السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً فيكم بدرس جديد من كورس ماستر إنجلش للمبتدئين، اليوم سنركز على صوتين يتكرران كثيراً بالإنجليزية وهما short E sound و short A sound، سيكون هناك أيضاً فقرة قراءة قصة قصيرة للتمرن على هذين الصوتين في آخر الدرس، وهذه الفقرة أيضاً تضم مراجعة للدروس السابقة يعني المضارع المستمر وفعل يكون والضمائر التي تعلمناها، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنكمل في دروس القواعد، سألتكم في الدرس السابق وعلى مواقع التواصل إن كنتم تفضلون أن يكون فيديو اليوم تمارين أو درس، ومعظمكم أجاب أنه يريد درسا، لكن هناك نسبة كبيرة منكم طلبت تمارين. لذلك سأحاول تنزيل التمارين على مواقع التواصل فلا تنسوا أن تتابعوني على التليجرام والإنستغرام والفيسبوك وإن شاء الله سأحاول أن أضع بعض التمارين في نهاية الدروس القادمة إذا هيا لنبدأ Let's begin لننظر لهاتين الكلمتين bad bad و bad, bad. bad هل لاحظتم فرق بين لفظ الكلمتين bad bad. عندما نقول bad bad، الفم شكله دائري والفك بينزل bad bad. وهذا هو short a sound. لكن عندما تقول bad bad، الفم سيكون أوسع بالعرض والفك ما حينزل كتير مثل لما نقول bad. إذا باد باد بدي منكم تتمرنوا على هالأصوات باد باد والصوت ببد هو short e sound إذا اليوم عم نتعلم short a sound باد a والshort e sound باد أ أ إذا كرروا من بعدي باد أ باد باد أه. بد أه. إذا الآن تعرفتم إلى الفرق بين الصوتين سننظر إلى بعض الكلمات الآن ثم سننتقل إلى الجمل ومن بعدها إلى القصة ومن المهم أن تعيدوا اللفظ من بعدي حتى تتعود عضلات فمكم على الأصوات وعلى نطق الحروف إذا أول كلمتين أكس 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 الحرف أكس اكس اكس كان 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 man مان men من إذاً اللي عم يتابعني بيعرف إنه من هي الجمع كان وإنه هي هي من بعض الكلمات اللي الجمع ما بنزيد له أس بل تتغير الكلمة كليا إذا مان آ من آ أه. بات 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 and 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 had, had, head, head, pan, pan, pen, pen, sad, sad, said, sad, mat, mat, Met, met. Track, 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 track. Dad, dad, dead, dead. وآخر Land, 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 land. لننظر الآن إلى جمل قبل الانتقال إلى القصة. Jack has a fat cat. جاك لديه قطة بدينة. Jack has a fat cat. إذا هذه الجملة كلها short a sound. Jack has a أو ممكن تتلفظ a fat cat Jack has a fat cat حاول الآن أن تلفظها بسرعة Jack has a fat cat الآن سننتقل إلى جملة لنتمرن على short e sound beg the vet for a red hen إذا beg vet و red و hen كلهم بيحتووا على short e sound ملاحظة أن vet تعني طبيب بيطري وهي اختصار لفترينيريان وتعلمنا كلمة من بدرس الأعمال في اللغة الإنجليزية jobs in English إذا bag تعني ترجى the vet الطبيب البيطري ذا هي أداة تعريف for من أجل أو هنا تأتي بمعنى للحصول على a red hen red تعني أحمر وهن تعني دجاجة Beg the vet for a red hen. 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 الآن لننتقل إلى القصة. Ken has a cat. Ken has a cat. Ken, اسمه كان؟ لديه قطة. Can has a cat. أكيد حاول أن تنطق الجمل من بعدي. والآن بسرعة. Can has a cat. The cat is Ken's pet. القطة هي الحيوان الأليف الخاص بكن أو لكن إذا pet تعني حيوان أليف. The cat is Ken's pet. إذا Ken has a cat. The cat is Ken's pet. His cat wears a hat. إذن his هي ال possessive adjective. قطته أي لكن ترتدي قبعة. Wear تعني يرتدي. و well, wears لأنها مفرد غائب زدنا أس. is هي المفرد يعني. His cat wears a hat. His cat wears a hat. The hat is black. And it's on its head. The hat is black. al Kubba And it's on its head. وهي على رأسها أي رأس القطة إذا أول it's مع apostrophe هي it is فعل يكون هي اختصار contraction إذا مذكرين أما تاني it's من دون apostrophe هي ال possessive adjectives وهي الخاصة بكات للجماد ولغير العقل The hat is black and it's on its head The cat With its hat, sits on a pan near Ken's pen. Ken. The cat, with its hat, sits on a pan near Ken's pen. Ken has a cat. The cat is Ken's pen. His cat. Wears a hat. The hat is black and it's on its head. The cat with its hat sits on a pan near can spin. Then, here is the video. Let's see how we can the short A sound and the short E sound. The short A sound, the foot, is going to be a little bit more. ا باد ا باد اما الشورت اي e ساوند بتلاقي انه الفم اعرض جاي بالعرض اكثر وما بيفتح الفك قد ما لما نلفظ الأ إذا الشورت اي e ساوند هو الا ا بد ا إذا عنا ا باد و بد ا ا ا لا اعطيكم نص القصه اللي قريناها هلا اخر شي اللي بدي اياه منكم هو انه لحالكم تحاولوا تحوقوا الاي ساوند بلون والاي ساوند e بلون اخر ملاحظه انه هناك بعض الاصوات اللي بتلاقوها بالقصه كمان وهي غير الشورت اي ساوند والشورت اي ساوند ما كتير تهتموا لها لانه رح نتعلم ان شاء الله بهذا الكورس بس اللي بدي اياه منكم تحوقوا شورت اي ساوند والشورت اي ساوند مثلا cat هي short A sound, آ و pen pen هي short E sound. إذا هذا التمرين اللي بدي إياه منكم تعملوه وإن شاء الله الجواب اللي لكم إياه غدا. إذا شكرا كتير لكم لحسن متابعتكم. متل ما قلتلكم الدرس القادم إن شاء الله رح يكون جرامر وإن شاء الله رح أحاول نزله الخميس. بتمنى يكون عجبكم هذا الدرس. إذا حابين نعمل المزيد من دروس في النطق اكتبوا لي بالكومنتس وشكرا كتير لإلكم لحسن متابعتكم كان معكم نور من ماستر انجلش وبشوفكم ان شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم مبارك برافو عليكم وصلتوا لاخر الفيديو هذا احدث درس وهذا الفيديو اليوتيوب بينصحك تشاهده وما تنسوا تعملوا سبسكرايب عبر الضغط على الدائرة ثم الضغط على زر سبسكرايب وشكرا كتير لإلكم.